طلبت تسمح من الوالده الله يرحمها، قلت لها يما خليني نريح شويه ونجيك نزورك العشيه. هي عيطت لي في الهاتف في التليفون. قطعت البارابول. ايه عيطت لي في التليفون الله يرحمها، كانت الساعه بالضبط الزوج بعد الظهر يعني الزوج وتسع دقائق. عيطت لي في الهاتف تقول لي يا وليدي جمال البارابول الصور القنوات راحت لي، ليشان راحوا لي مانيش نشوف، ما بقاوليش ليشان، روحت تسقم لي لاسيات البارابول الصحن الهوائي. قلت لها يما صبري عليا غير ساعه برك، ساعه برك يما خليني نصبر غير ساعه. الليله نتاع البارح اللي فاتت كان حاكمني الكولو ما رقدتش، يعني كنت في حاله يعني كنت تعبان، صبري عليا بين ما نريح ساعه ندير لاسيست تاعي ونجي نزور الميمه نتاعي. قالت لي ما تطولش عليا، سبحان الله وكانها كلمه وداع يعني كانت تودع، قالت لي ما تطولش عليا هذه الكلمه، قالت لي ما تطولش عليا، قالت لي الكلمه وقالت لي ما تخليهاش حتى تظلام، ما تخليهاش حتى تظلام، وفعلا طاحت الظلمه، والديا فقدتهم طاحت الظلمه انا كي فقدت والديا، قالت لي ما تطولش عليا وما تخليش حتى الظلمه تطيح. داتني عيني رقدت انا ديك الساعه، بعد حتى جبتني الفطنه على صلاه العصر، صليت وشربت القهوه تاعي وراني خارج رايح للوالده الله يرحمها، الوالدين زرتهم وماما مش بعد عليا الساكن بحوالي 300 متر ولا 200 متر. فتحت الباب، فتحت دخلت للدار، كي ندخل الدار الاولى الشيخ الله يرحمه مقابل التلفازه وراقد هكا على جنبه، كانت الدار مظلمه شويه ماهيش ما فيش الضوء. انا ما عرفتش المشهد بالضبط، انا قلت بالك راه غير غم ولا حاجه ولا نعيط له بابا بابا ما ردليش، بابا بابا ما ردليش. قلت بالك هو عنده المرضي كرونيك الامراض المزمنه هذه، عنده لاطونسيون هذه الضغط الدموي وعنده السكر، قلت ممكن حاله من الحالات هذه نتاع المرض نتاعو كيما مداري يعيطوا لي نديه للمستشفى. رحت نطمئن يا يما يا يما يا يما بابا ما حبش واش به واش به، ندخل الشومبر تاعها نصيب الكارثه، نصيب يما يما نصيب هكذا في بركه من الدماء، يما واش صرا يما يما تكلمي معايا انا ابنك انا جمال واش حدث؟ يما ردي لي غير كلمه واحده ما كانش ما ردت ليش. قلت لها يما وش لا اله محمد رسول الله. ومن بعد انا ما توقعش باللي كان فيه يعني اعتداء وما فيه اغريسيون ما على باليش في ذيك اللحظه ما جانيش انا. قلت لها يما واش كاين ما ردت ليش. ومن بعد واش نشوف؟ كان طايحه في الارض؟ كان طايحه في الارض ولا باري تاع سنانها رايحه مرميه من هي وشعرها شعرها مبثوث شعرها مبثوث والخمر مرمي من هي والدم نتاعها وهي في الدم. يما واش كاينه يما ردي لي ردي لي يما انا ابنك. ومن بعد نصيب الخزانه رايبه كاع الحوايج رايبين هكذا ايما واش كاين. انا تخيلت قلت بالك زلقت راحت طلعت للخزانه تحوس الدواء للوالد الله يرحمه تحوس الدواء تحوس الدواء باش تشربوا بابا يحكموا دي كريز تاع عنده مسكين عنده الاخر عنده الكولو عنده مريض من الاستوما عنده كاع الامراض المزمنه. ما جانيش فكره تاع اعتداء. كانت بنات اختي كانوا معانا يما في تقول لي يا خالو ارواح ارواح خالو وجدو هنايا ارواح تشوف واش راه مدقوق راه مدقوق مضروب. انا نقرب الباب وانا نصيب فيه لا اله الا محمد رسول الله. ايوب انسان هذا نقول لكم بالله عليكم من يكون هذا اللي قتل لي والدي من يكون؟ هل هو بشر؟ هل من اي هل هو من مخلوق هذا؟ ما قدرتش انا نستوعب الصدمه هذه ما قدرتش نستوعبها. كيف 18 طعنه 18 طعنه وهل يعقل هل يعقل يعني سبحان الله يعني في عالم الحيوانات عالم البهائم والله لا راينا اسود يعني ترأف بالفريسه كي تكون ضعيفه احيانا. صح كي حنا انا لقيت كي دخلت هكذا نلقى 18 طعنه هكذا بقيت نشوف هكذا الطعنات منا في جنبه وفي صدره لا اله الا محمد رسول الله. حسبتهم؟ لا ما حسبتش انا بعد ما داروا التشريح قالوا لي 18 طعنه ولكن طعنات كثيره باينه يعني هكذا. رحت نعيط 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 هكذا. كان عندنا نسيبنا خارج الدار خضار هو محمد هذا محمد العربي عيسى. خرجت بديت نعيط اللي يخدم معاه الخضار قال لي محمد واش هنا؟ واش هنايا؟ واش ندير؟ عيطت بالتليفون هاتف نسيبي زوجي الاخت هذا اختي الطاهر عيطت له بالتليفون الطاهر كارثه راهي في الدار والدي راهم طايحين مع البش واش صراي الطاهر يا الطاهر واش كاين؟ ارواح الطاهر. ومن بعد قلت له من بعد بنت اختي قالت لي راهم قتلوهم قتلوهم بنت اختي قالت لي عيطت لي قالت لي راهم مقتولين. قلت له الطاهر مانيش عارف واش كاين ارواح انا ما قدرتش نستوعب انا خلاص قطع عقلك يبقى خلاص. من بعد طحت فقدت العقل تاعي كي وليت نعيط الناس سمعوني كي خرجت برا عيطت طحت في الهول هكذا في عندنا الدخله في المايه تاع الدار راني طايح هكذا الناس بداوا يدخلوا ما عرفوش واش كاين الصدمه هذه. قال لي يعني كان في جر تاع غاز ولا حاجه ما عرفوش اكزاكتومون ما عرفوش واش كاين. راني طايح انا حتى بدا جان سيبي دخل
وجاب من بعد جو الامن الى اخره، دخلوا الناس الدارات عمرت. من بعد المشكل ان الناس دخلت للداخل، ما بعد خرجوهم الامن الى اخره. ومن بعد انا بقيت مع النسيبي نسيبي طاهر، جا تكلم معايا، الناس تصبر فيا، والديك مازالوا حيين، والديك لا ما تخافش، دير الكوراج، استغفر مولاك، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كذا كذا. حبيت نتصبر انا، قلت لهم غير قولوا لي والدي محيين ولا موت برك. انا راني محروق، قلبي راه محروق، واش كاين؟ قولوا لي يا ناس، واش كاين الهم اللي طاح علينا؟ احنا ناس مسالمين، انا الاب تاعي يحب الخير للناس، بابا فدا حياته للوطن هذا. نهار اللي يعني الصدمه هذه، يجي لي نسيبي، يجي لي نسيبي، قال لي جمال نقول لك الوالد توفى الله يرحمه، الوالد توفى الله يرحمه، خلاص ما فقدش انا العقل، يبقى لك عقل الوالدين في راه مشيت عين تفقد والديك وانت كبير يعني وهما كبار يعني لا رحمه لا شفقه. هذا باباك كان هذا بابا، هذا بابا ايام اللي كان رئيس بلديه بعد الاستقلال. انت كنتي قاعده في الدار يعني نهاد هي بنتك يعني؟ لا لا، نهاد بنت اختي. بنت اختك وال... انت كنتي قاعده في الدار يعني؟ انا هذاك الوقت الويكند تاعي ما نخدمش. ما تخدميش الويكند الجمعه والسبت؟ لا لا، كنت معوله نروح اليمه الحشيه مور العصر، هدرت معها الصباح. كيف سمعتي؟ الصباح عيطت لها 10:30، انني عارفه مسكينه هي شغل تبات بيبا، كنت مريضه وكاع شغل نومها خفيف، تبات تعس فيه الصباح مسكينه ما تقدرش تنوض. صافي دائما تنوض 9 10، تقولي هي تفطر بصح تقولي ما نقدرش، كنت عاجزه الكبر. ايه عيطت لها قلت لها صباح الخير ماما، قالت لي صباح الخير، قلت لها واش يما نوتو؟ قالت لي يا ودي هذا وين نوت، راني نطيب في القهوه. قلت لها ما ديريش الفطور، قلت لها يما قلت لنا راكم ما شربتوش القهوه بكري، قلت لها من نبعت لك الفطور وطار، قلت لها انا دوكا راني مع الميناج. من بعد قالت لي خلاص، قالت لي وعلى تشقي روحك وكاع؟ قلت لها لا لا والله راه خلاص. مسكينه كبيره وتخمم عليك على تشقي روحك. ايه قلت لي هودي من تبعثينا انت يا، وقلت لها لا لا يما ماشي خساره فيك، قلت لها انا مش راح نطيب على جالك، قلت لها معليش نبعث لك. ومن بعد على 12 و10 انني قاعده في الصال دوبان نغسل في الحوايج بالماشينه لافي، حتى بنتي قالت لي ماما خيره راهي تعيط. ومن بعد قلت لها ايه معليش جوزيها لي غير الخير، ش كاين؟ قلت لها كيفاش حتى عاودت لي مقبل، عاودت لي بدات تحكي لي، قلت لها يما غير الخير علاش عيطتي لي؟ قالت لي بغيت نحكي معاك وكاع، قالت لي باباك كان مقلق وراه مليح، قالت لي راه مليح وكاع. ومن بعد ايه قالت لي راه مليح وكاع. ومن بعد هي كانت خيره هي يماك؟ ايه يما عيطت لك قبل ايه مثل. عيطت لي على 12 و10 اخر مكالمه. ومن بعد قلت لها يما، قلت لها انا مازلت في الصال دوبا راني مع غسل الحوايج، دوك نخرج نعاود الطعام ونبعث لك. اي قالت لي خلاص باي، هذه هي الكلمه الاخيره. يا الله. قالت لي باي. ومن بعد نورمال عاودت الطعام، عاودت الطعام على الوحده ونص هكاك، بعثت الوحده و20 هكاك سقمت لها في طبسي، بعثت لها الرايب. ومن بعد راحت ليها بنتي، راحت ليها بنتي، قلت لها كي وصليه لمانك دقيقه ورواحي. الزوج تاعي يضرب في الباب، كسر في الباب، ومن بعد يكسر في الباب كي دخل مشوي في وعيه كاع. اما واش قال لي؟ قال لي نوضي نوضي نوضي. قلت له واش كاين؟ قال لي يا ودي زدموا على داركم، زدموا على داركم. قال لي بابك مش يزغد ويماك فيها روح قليله، انا يا معلي لبست حجابي كي بديت هابطه في السكالي تغاشيت. انا كي دخلت انا نصيب بابي يوسلو في وجهه هكا، يطيك شغل جا الفرملي فما ولا يوسلو في وجهه، صوت لي بومبي فما الغاشي شغل يوم الحش ما فهمت والو. انا دخلت يما، انا خزرت هكا في يما، قلت لها يما يما. وما دي انا يما تبان لي يما مسكينه كي خلع هذاك المجرم، ماتت فاتحه عينيها ومخلوعه. وما دي درت لها هكا من وجهها نصيب الدم في يديا، ما تبغي تقولها يما يما. ومن بعد قالوا لي البومبي ما بغاش يخلعني، قال لي ماماك راهي، قال لي ماماك ما ماتتش راهي حيه. ومن بعد هناك حكمتني لونغواز دقيقه، وليت في حاله. من بعد قلت لراجلي صارحني يما ماتت ولا ما ماتتش، قلت له ما تكذبش عليا هذه نحوس نعرف. كي قال لي خلاص امك وباباك الله يرحمه، قلت له ما تقولش بلي يما وبابا الله يرحمه، ما تقولش. ومن بعد وليت قال لي خلاص، قال لي يماك وباباك ماتوا. ومن بعد وليت نضبع، قلبت السبيطار حسيت العروق في راسي طردقوا، ما امنتش يما ملي راحت وخلتني. قلت له نهضر معاها قبيله، كيفاش راحت؟ قلت له كيفاش راحت؟ انا ما فهمتش، قلت له ما فهمتش شكون اللي قتلهم؟ قلت له علاه قتلهم؟ مساكن شنو ذنبهم؟
قلت له واش الذنب تاعو مساكن واش ديروا واش ديروا يا كبار كان مريض كبار في السن بابا كان مريض قلت له على واش دير ومن بعد قلت له يما مسكينه قلت له يما مسكينه واش دارت تاع لي قتلوها قال لي كريساوهم قال لي داو لهم الدراهم ومن بعد وليت كي مهبوله حسيت روحي شغل حسيت روحي ماني النوم شغل دوكا مانيش مامنه طيب حسيت روحي اللي راح نقوله للمشاهدين لانه ربما المشاهدين راهم مخلوعين باش يسمعوا لانه القصه مرعبه التفصيل المرعب سيده صفية وسيد جمال انه هذا القاتل انا عرفت انه رحتوا شريتوا من عنده التمر يوم الجنازه وقال لكم عظم الله اجركم وهو هو اللي قتل لكم والديكم فعلا انا طفل ابني رايح للحانوت عنده هذا وليد خضار الجار هذا وليد خضار رايح لي نهار اللي الجنازه نهار اللي يحفروا لهم القبر الصباح يروح ليه يشري عليه التمر كان مازال ما اكتشفوش الامن باللي هو الجاني القاتل يشري عليه التمر يقول له صدقه مقبوله يا الله إيه وراح لي عمي قال له عظم الله اجركم يقتل منه يجي يتعزي منه يعني هذا واش من الجريمه كي الناس كانت متلايمه هو راح خبد الاموال ولا يتفرج واش من البشر يزيد يقول لك عظم الله واجرك إيه. يعني. واش من البشر بدم بارد هل انت يعني سبحان الله هذا الشيء هذا يعني انت مخلوق بشري ما فيكش رحمه ذره نتاع رحمه واش تكون الانسان هذا بعد تربى قدامنا هذا الشيء اللي دوخنا يعني ما كناش متصورين انا كون عرفت والدي باللي يموتوا بالطريقه هذه نسكنهم معايا في الشمره تاعي ما نخليهمش يروحوا قلت لك الانسان يعيش راجل ويعيش نزيه طيله حياته باش مع الاخر يموت في يد انسان في عمره 17 سنه جاره يعرفه